السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد أطروحاتنا الجميلة اليوم صنف باكستاني جميل في الطعم يحبه الكثيرين، هو صنف أنور رتول. هذه ثمار أنور رتول يا أخوان. الصنف باكستاني، سكريات مع حموضة، طعم مميز للأمانة. حبينا نغطي هذه الحلقة، حلقة الأنور رتول، صنف أنور رتول، صنف جميل مثل ما نلاحظ. راح أوافيكم إن شاء الله باللب من الداخل، طعم حامض حلو، جربت أنا قبل طبعا، لكن راح نشرح عن بعض مشاكل الصنف. الصنف معانا يقول الكثير يعني إنه ما ينجح، الظاهر إنه يحتاج مناخ معين. يعني في أصناف عندنا احنا جربناها نجحت، التايلندي وايد منها اللي هي الناندوك ماي، شوكانان، ماهشنوك، كيو ياي، كيو كامن، كثير كثير من الأصناف تنجح، لكن الأنور رتول الكثير علق إنه ما ينجح، ما أعرف شو السبب. أنا صراحة ما جربت أزرعه. وهذا لون اللب من الداخل، برتقالي خالي من الألياف، البذرة كبيرة نوعا ما، رائحة قوية قوية، رائحة مانجا قوية ما شاء الله، وهذه أيضا مقشرة من الداخل اللي هي الصنف الثمرة الثانية. بسم الله، شوفوا لاحظوا الطعم خيالي مثل ما نلاحظ، اللون أورنج، سكريات مرتفعة، طعم مانجا لذيذ جدا. أنور رتول من الأصناف الباكستانية الفخمة كما سمعنا عنه، وهو أنور رتول والشونسا والساندري. أنور رتول كثير يعلق أنه من أفخم أنواع المانجا كطعم.